شهر أكتوبر الشهر الوردي، تشرين الأول. هذا الشهر يلي خصصته معظم دول العالم للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي وأهميته بالوقاية والعلاج. اليوم ضمن مساحتنا الطبية وضمن صباحنا لليوم رح نتعرف عن آخر البحوث والدراسات بما يخص هذا الموضوع وسرطان الثدي بالخصوص. الله يبعد المرض عن الكل، مع ضيفنا الدائم ومن أهل البيت الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي في الأمراض النسائية ومعالجة العقم. صباح الخير دكتور. يا صباح الفل سعد سيدتي، يا صباحك. هلا يا هلا. أهلا وسهلا يسعد فيك. صباحك دكتور. يا صباح وبالبداية النور. بما أنه اليوم عيدك بدي عايد عليك، نعاد عليك بالخير طول لي والسعادة. نقول لك هابي بيرثداي، كل عام same وأنت for you. بألف خير. شكرا شكرا، عاد هيك إن شاء عليكم الله ألف تضل خير أكثر تألقا دكتور. بوجودكم اليوم دائما. مبسوطين أكيد أنه اليوم عيدك وأنت معنا. يخلي لي إياكم. يسعد أكيد صباحكم. يسعد صباحك عن جديد دكتور. بالبداية خلينا نعرف سرطان الثدي طبيا. أول سيدتي بتسمحي لي أقول من هالمقدمة تكون جميلة بهذا الشهر الوردي، يا رب كل أيامنا ورد، ومنقول كل عام بخير لكل ياسمينات سوريا. وباي ذا واي هن من أجمل ياسمينات العالم، والبركة فيكم وكل شيء بنشوفهم بالطريق وبالشارع، ما شاء الله عليكم، الله يحميكم يا رب. سيدتي سرطان الثدي، خلينا نبدأ نقول نتفق أنا وياكم بهي الحلقة أنه يكون في عنا خبرية. أوكي، كونه سرطان الله يبعده عن الكل، ولكن بيكون في خبرية حلوة مقابلة معه. سرطان الثدي هو يشكل ثلث سرطانات اللي تصيب النساء بالعالم، يعني هو لحال ثلث، والثلثين بقيانين بقية أجهزة جسمها. الشيء الثاني، نسبة الإصابة فيه، نسبة الإصابة فيه المعدل هلا وحدة من كل ثمانية ستصاب بسرطان ثدي حول العالم سنويا، واحدة من كل ثمانية، إذا نسبة عالية جدا جدا جدا. لكن الخبرية المقابلة الإيجابية يلي هي ازدياد معدل البقاء والحياة، إذا معناته في عنا هذا يؤدي، الموضوع كبير لحلقتنا، يؤدي إنه معناته في وسائل تشخيص جديدة، في عنا وعي زايد، وعنا علاج عم بيكون متميز تمام. ويؤدي لنسبة عالية من الشفاء، والسورفايفل ريت اللي هو معدل البقية لخمس سنوات عم بيكون عالي كتير. إذا هو سرطان بتمنى ما حدا يصاب فيه. الشيء الخبرية اللي نقول ما حدا يصاب فيه هذا التمني، ولكن هو في له نسبة إصابة مثل ما قلنا. الشيء الجميل كمان، الخبرية الجميلة بهي الموضوع، إنه هو من السرطانات يلي إذا مننتبه له بمعنى بمرحلة مبكرة، نحن بناخذ نسبة شفاء تكاد تكون فوق 90%. إذا بمعنى لما نقول 90%، إذا كأنه عم نقول نسبة شفاء تامة. أعطي مثال بسيط إذا سمحتوا لي سيداتي، إنه إذا نحن بنكتشف أي سرطان ثدي تحت السنتيمتر، يعني سنتيمتر القطر تبعه، سنتيمتر أو أقل، خلينا نشوف المعلومة إنه هو معناته صار له 5 سنين عم يتطور. طيب تمام. إذا بنروح لإجراءات الوقاية اللي هلأ بدها تمرق معنا نحن، معنا 5 فرص بهال5 سنين، إذا كل سنة بنعملها لهالإجراءات اللي رح نحكي عنها، معنا 5 فرص لنكتشفه تحت السنتي. ليش السنتيمتر القطر الورم هو رقم كتير هام؟ تحت السنتيمتر رجعنا لمعدل شفاء حوالي 90%، إنه لما بيتم اكتشافه تحته، متى ما طلع فوق السنتيمتر انكسر معدل الشفاء بشكل حاد. فلذلك نرجو الانتباه انه هو سرطان الثالث، ثلث سرطانات الثدي، واحدة من كل 8 تصاب، سرطان خطير كتير من الدراسات القديمة، وفي عودة للدراسات الحديثة هلا يلي انه هو يعتبر من السرطانات الجهازية، مثل ما بنقول عنا في امراض جهازية، بمعنى مثل التايفويد مثلا، انه هو مرض بيصيب نعرف اكثر شيء الجهاز الهضمي، ولكن هو باي ذا واي انه هو مرض جهازي بيصيب كل اجهزة الجسم. هون كمان في كتير دراسات قديمة، وهلا في دراسات حديثة عم ترجع لها، انه يعتبر سرطان الثدي سرطان جهازي، بمعنى انه لو اكتشفناه صغير او اكبر شوي او كتلة كبيرة يلي هو عنا احتمال كتير كبير انه يكون في خلايا سرطانية هربانة من هي الكتلة السرطانية بالثدي ورايحة متوزعة باجهزة الجسم. فلذلك بنلاقي انه المعالجات يجب ان تكون معالجات متعددة تلحق بعضها او بتتزامن مع بعضها. نعم سيدتي. دكتور خلينا نحكي يعني
غير عامل الوراثة، اللايف ستايل الغلط يلي نحن منعيشها قد هي ممكن تأثر علينا؟ هلأ منشوف كتير من الصبايا والصغار عندهم شي كتل بصدرهم، عندهم ليف بصدرهم، بيقولوا لك نتيجة عم تاكلوا جاج، عم تاكلوا فاست فود، عم تاكلوا أكل مانو منيح، ما عم تعملوا رياضة، في كتير من المسببات. هذا الشي هل بيتحول إلى سرطان؟ لأنه دائما بيكون عنده خوف الصبية الصغيرة إنه معقول يتحول لسرطان الكتل أو الليف؟ سيدتي خليني أشكرك جدا، أنت وفريق الإعداد على هالسؤال الهام كتير. يعني أنا متأكد إنه هلأ كل شيء عم يسمعنا خليني أقول 90% منهم ببالهم هذا التساؤل. نحن في عنا شيء اسمه آفات الثدي السليمة، يلي من الداء الغدي الليفي الداء الكيسي، يعني هو ممكن يكون عبارة عن غدة ليفية كيسية أو ليفية لحالة موجودة بالثدي أو عدة عقد موجودة بأحد الثديين أو بكلا الثديين. هي من الآفات الثدية السليمة. هلأ خليني يكون كتير دقيق إنه هل يوجد علاقة بين البوليوشن الهرموني الموجود أكتر شيء طبعا بالأطعمة اللي عم ناخدها هلأ وهون وبكل بلاد العالم، إنه هل هو في ارتباط حقيقي موجود فيه؟ بقول لا، ما في علاقة صميمية بالمطلق، بس بنشوفه مثلا بازدياد أكثر إنه عند الفتيات المدن أكثر من فتيات الأرياف يلي ما عندهم هذا التلوث الهرموني بطعامهم. أوكي. هلا هل هي فيها قابلية نسبة تحول للخباثة؟ لا، بنقول لحسن الحظ ما في إنه تصير خبيثة، بس لابد إنه منضل تحت المراقبة. هي نقطة خاصة. ليش تحت المراقبة؟ إنه صعوبة الفحص الذاتي ولا الطبيب يقوم بالفحص للبنت الصبية بسبب قوام الثديين عنده اللي هو قوام بيكون إساته غير يلي عنده عديدة ولادة ومرضع وصار في ترهل وصار في نسيج شحمي بعد الولادات لما بتسمن الوحدة شوي، إنه صعوبة الفحص هون أكثر من صعوبة الفحص عند الطرف الآخر. دكتور خلينا نحكي عن أهمية الفحص الذاتي وكيف يتم برأيك. الفحص الذاتي خلينا نقول إنه هو عبارة عن فحص بسيط كتير بتقوم فيه الأنثى مشان ما توسوس فيه بقى طول ما أنا قاعدة وهي عم تفحص حالة. لا، هي بالشهر مرة لما بيكون هي عم تراجع طبيبة بشكل دوري أو لأي سبب راجع طبيبة نسائية خليه يفحص له هو الفحص الثديين. لا، الفحص الذاتي هو بيكون بوضعية الوقوف أو بوضعية الاستلقاء على حسب شو بيريحها قدام المراية بعد الحمام. يفضل يكون قبل موعد الدورة بأسبوع، بفرض اجت الدورة بعد موعد الدورة بأسبوع بيكون خف الاحتقان يلي غالبية البنات أو السيدات يصابوا فيه بهي فترة البيريود الدورة الشهرية تبعيتها. بتوقف قدام المراية، خليني أقول القاعدة، الإيد اليمين بتفحص الثدي الأيسر واليد اليسرى تفحص الثدي الأيمن. هون هي حرة هلأ طريقة الفحص، المهم أنه يكون في رفع. مثلا إذا بدنا نفحص هلأ الثدي الأيسر بإيد اليمين بيكون اليد مرفوعة فوق الرأس بوضعية تصدير هيك مصدرة تماما، فيها تأخذ هي الطريقة اللي بتناسبها أنه تقسم الثدي لأربع أرباع وتفحص كل ربع لحاله. تمام. أو أنه بتأخذه دوائر حول الحلمة بتوسع الدوائر تفحصه بشكل بسيط هيك، بعدين بتمد أصابعه باتجاه تحت الأبط بس بتشوف إذا في ضخامات أو عقد تحت الأبط. هذا هو الفحص الذاتي بكل بساطة، ما بياخد أكثر من دقيقتين لثلاثة. وفي معلومة هامة جدا، أغلب الكتل بالثدي تكتشفها المريضة بنفسها قبل ما يكتشف لها الطبيب لما تروح أو قبل ما تبين بالصورة. بالصورة هون بظن انه لما يكون اقل من سنتي الصورة هون بيطبع عليها الايكو او المامو قصدك، اللي هو من اهم العوامل واللي السنة الماضية واللي قبلها الحملة اللي قامت فيها يعني المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية و كانت أنجح من ناجحة مشان تصوير الإيكو والمامو للثديين، تصوير سكرينينج مسحي. هلأ منقول إمتى بيصيروا لازم نبدأ فيه من أي سنة، بس إنه هو اتنيناتهم سوا يساهموا بشكل كتير كبير. بنرجع للمقدمة اللي قلناها إنه نكتشف إذا في عنا سرطان ثدي أو كتلة بالثدي خليني أقول تحت السنتيمتر قبل ما تطلع فوق هذا الرقم الحدي يلي قلنا صار في عنا مشاكل كتير من وراء.
لأنه أكيد في حالات شفاء كثيرة دكتور، ونحن إن شاء أكيد الله. بدنا نطلب بشهر أكتوبر، هذا الشهر الوردي، شهر تشرين الأول، نحن دائما عم يكون في عنا بمراكزنا الطبية فحوصات وصور ومجانية. مجانية، نعم. فيكم أكيد تسجلوا على دور وفيكم تفحصوا وتطمنوا على حالكم. دكتور، تساؤلات كثيرة نحن بنحكيها بين بعضنا، كثير مهم إنه نحن نوضحها تحت أمرك سيدتي. للمشاهدين. الحبوب الهرمونية هي نعم. بتساعد بازدياد السرطان أو بتعمل سرطان لبعدين؟ تعالوا نحكي شغلة مهمة كثير. يلا ها؟ نحن تمام. عنا إن أغلب البنات عندهم آفات غدية ليفية، أوكي. كيسي ليفي غدية اللي موجود اللي عندنا آفات سليمة. الإعطاء البيلز الحبوب الهرمونية أو المعالجة الهرمونية مو لهدول، مو لهذا السبب، لأي سبب آخر، كان كياس إن كان أكياس، بي سي أو، عسرة طمث، آلام طمثية شديدة، الأكنية، الحب، الشعرانية اللي ممكن يمرقوا معنا، إعطاءها ممكن يقلل من النسبة الضئيلة اللي هي ممكن تتحول لخباثة لحسن الحظ، هي نسبة ضئيلة كتير، يقلل أكثر من 30 ل 40% كمان من نسبة تحولها للخباثة. إذا بيقلل. على عكس بيقلل، إذا على عكس على عكس ما هي الخطأ الطبي الشائع بين الناس. هلا حتى كمان بدي إذا سمحتي لي طور الفكرة أنا وياكم سوا، وسر هذا بيناتنا بس أوكي. مشاهدينا ينتبهوا عليه، إنه هو نحن بنعرف في شيء اسمه الـ HRT اللي هي الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي، المعالجة المعيضة بالهرمونات ما بعد المينوبوز، ما بعد سن اليأس أو سن الحكمة، يلي إنه بنعطيها حب وبضل تجيها دورة بهذا المعنى لأنه بتخفف عليها الهبات وبلا بلا بلا واختلاطات المينوبوز. إنه إعطاء هي الحبوب إذا كانت under control، تحت السيطرة، بمعنى ما في عنا آفات ثدي، ما في عنا مشكلة بعنق الرحم، هذا مثل ما بيخافوا العالم، على عكس ما بيخافوا منه إنه هذا يؤدي لظهور السرطانات عندهم، لا، هو يقلل من نسبة ظهورها وبنفس الوقت بيريحها من أعراض المينوبوز. إذا معناته البيلز الحبوب الهرمونية إذا عم تنعطى باستطبابها وبشروط المراقبة تبعيتها، لا، هي تساهم بالتقليل وخاصة من نسبة الإصابة بسرطان الثدي، وبخاصة أنه نحن الدراسات الجديدة كلنا يعني صدقيني نفس المعالجة اللي بياخدوها بأمريكا أو بيوكي هي عم تطبق عنا ببلادنا. دكتور، بالختام كلمة أخيرة ونصيحة لكل سيدة عم تتابعنا بالشهر الوردي، شو بتحب تخبرون؟ منقول لهم تعوا، بتمنى منكم شغله، تمام، ما تروحوا على المراكز الصحيه وحاملين ورده بايديكم، لانه هن رح يعطوكم ورده بايديكم بايدكم يعطوكم اياها. الجأوا لاستشاره الطبيب، عملوا الفحص الايكو والمامو يلي بده يقول بس معلومه بسيطه اذا بتسمحي لي، يلي انه نحن خلينا نبدا فيه بسن 30 سنه. كل سيده او بنت من فوق 30 سنه خليها تروح تلجأ لهذا الفحص ونسير مرة بالسنة ما لم يكن يوجد أحد عوامل الخطورة، تمام، أم أو أخت مصابة بسرطان الثدي قبل المينوبوز أو بعد المينوبوز. هي تفاصيل بيبقى الطبيب بيحول لياها. اعملوا الفحص الذاتي للثديين، ما تخافوا من الأدوية الهرمونية طالما تحت إشراف طبيب. عدا عن هيك أيامكم كلها ورد بإذن الله يا ياسمينات سوريا. ميرسي لك دكتور، وعن جديد بدي أتمنى الصحة لكل العالم، بدي أتمنى لك سنة حلوة هيك، إن شاء الله تكون ألوانها حلوة لسنتك ومزيد من التألق. شكرا. دكتور، شكرا كثير، شكرا ويسعد لي صباحك. ينعاد عليكم، نتشكرك دكتور، ينعاد عليك بالخير ست والسعادة ويومنا حلو وجودك. شكرا لك شكرا دكتور. يا عيوني.